جايز، بالحلقة الماضية شفنا كيف بننزل الـ IDE السوفت وير تبع الأردوينو وشفنا شوية تفاصيل متعلقة فيه. اليوم رح نعرف أكثر كيف بدنا نستعمل هيدا السوفت وير، نعرف كل الكبسات بقلبه شو بتعمل. خلونا نشوف. دونك بهيدي الحلقة رح نجرب نتعرف أكثر عن تفاصيل هذا البروجرام يلي نزلنا. دونك نحن عم نشوف هلا إنه بالمبدأ الـ IDE تبع الأردوينو، كنا متفقين بالحلقة الماضية إنه هيدا بخليني أكتب لغة أنا بفهمها وبترجمها للغة بفهمها الأردوينو. دونك إذا بتكون هون في كومبرومي، في لغة منا اللغة المحكية تبعنا تبع كل يوم، لغة خاصة بالأردوينو دونك أنا بدي أكتب فيها، بس هيدا اللغة أنا بقدر أقريها. فهو يحولها لزيرو وانز ولكود ماشين بتقدر الاي سي تفهمه بحد ذاته. بقلب بروجرام الأردوينو عندنا كذا كبسة إذا بدكم، أو كذا فيتشر، أو كذا قصص فينا نشوفهم. خلونا نبلش من الأول إنه الاسم الفيشي هو عادة سكتش، سكتش اللي هو إذا بدكم بالنسبة له هو البروجرام، أندرسكور الشهر يلي نحنا فيه، النهار يعني نحن فيه من الشهر، و A هو the first one، B بيكون the second one، etc. دونك وحده أكيد عند الفيرسيون يلي أنا عم اشتغل عليها يلي هي اليوم 1.8.12. لكن أنا اليوم إذا أنا 13 شهر بجوان، دونك أنا ال 13 جوان، دونك اسم السكتش جون 13 A اللي هو أول بروجرام عم نعمله لليوم. الاكستنشن تبع فايل الاردوينو هو اينو، اذا بدكم اي ان او تجي مثل ما كتبتها هون. هيدي بتكون الاكستنشن تبعه، كيف عندي اكستنشن تي اكس تي، اكستنشن وورد، بتكون دوكيومنتس وهيك، هون الاردوينو عم بيستعمل اكستنشن خاصه فيه اللي هي اي ان او. اللغه يعني رح نكتبها بتشبه السي بلس بلس، بس منا سي بلس بلس، دونك بتشبهها بس منا هي. فإذا أنتوا جايين من باك جراوند عندكم سي، أخدين سي أو أخدين سي بلس بلس، دونك رح تكونوا فاميليير أكثر مع القصص اللي رح نعملها، بتشبهها كتير بس منا هي ذاتها أكيد. بنرجع منقول عن جديد إنه الـ IDE لكينا رح ياخد الكود يلي هو في الإنسان يقريه ويحوله لكود بيقدر بتقدر الماشين تقريه. هون هيدا البروسيس يلي منقله نحنا تحويل الكود اسمه compiling. دونك وقت أعمل compile لهيدا الكود بكون عم بحوله من شيء أنا بقدر أقريه لشيء الـ IC بتقدر تقريه. هلا تنقدر نحن نسيف، اذا بدكم نغير الاسم هون تبع السكتش، ما فينا نحط اسم مع سبيسز بقلبه. دونك يعني اذا حطيت انا سكتش اسباس جون 13A، هو منه لحاله رح يعبي الاسباسات باندرسكور. دونك وقت بدنا نسمي، اذا نحن سمينا بالاسباس ورجعنا عم ننبش على هيدا الفايل وما لقيناه، لازم ننتبه انه الاسباس هو الا رامبلاس باندرسكور. هلا انا رح اقولكم شيء، مثلا مثل ما شايفين كل ما اكتب وبلا ما سيف بيجيني هيدا العلامه اللي شايفينها هون اللي بتشبه الدولار اذا بدكم. دونك كل ما اعمل شانجمون بيجيني هيدا السين، تعرف انه انا ما سيفت. وقت اعمل سيف اكيد بالاول بيقول لي وين بدي سيف، let's say انا بدي سيف بفولدر الاردوينو، بتروح العلامه من هون. دونك اذا برجع بغير بتبين انه في عندي شيء انه انا ما سيفت الحديث. هلا بس اعمل سيف بتسيف. هلا انا بدي انصحكم شغله عن خبره شخصيه، على طول اعملوا سيف، على طول انتم عم تكتبوا اعملوا سيف. هلا فيكم تعملوا سيف وقت تعملوا فيريفاي، وقت تعملوا فيريفاي بيعمل كومبايلينج مثل ما اتفقنا. الكومبايل هي انه بيحولوا من اللانجاج اللي نحن بنقريه للانجاج الماشين وبيعمل له سيف. دونك انا اذا بعمل إذا هون بدي أكتب حيلا شيء، مثلا بدي أكتب هاي وبدي أعمل verify، بيعمل له compile بيقول لي هاي ما تعرفت عليها، ما بيعرف شو هي الهاي. بس مش هون الخبرية، الخبرية أنه عمل save لأنه شفنا هون أنه تسيف. دونك حتى مع الإرر قدر يسيف. رح أرجع أعمل save عن جديد. أوكي خلينا نشوف هيك سريعا القصص. مثلا مثل ما شفتوا في هي الـ verify أو الـ just إذا بدنا هو verify. verify بنكون عم نقله للأردوينو please verify is this code right. دونك هو شو بيعمل؟
وقتها نكبس فيريفاي بيعمل له كومبايل لهالكود، بحوله على لانجاج ماشين، بس بنفس الوقت الفيريفي انه هيدا الكود اللي انا كاتبه ما فيه اغلط. وقتها نعمل ابلود على الاردوينو، مثلا مثل انا هلا عم بعمل ابلود على الاردوينو، لانه ما تنسوا انا بالتورز نقيت السيريال بورت الموصول عليها الاردوينو. دونك وقت نعمل ابلود على الاردوينو بيعمل له فيريفاي مثل ما نقينا نحن بالبريفرنس بالحلقه اللي قبل، وبيرجع بيعمل لها ابلود على الاردوينو. هلا اذا بدنا اذا بدنا نتاكد انه عم يعمل ابلود على الاردوينو، فينا نطلع مثل ما شفنا باول حلقه على التي اكس ار اكس على اللادات ونشوفهم they will blink، وبنقدر نعرف انه في داتا رايحه جاي على الاردوينو. في عند اللوب هون مهمه، هيدا اللوب هي سيريال مونيتور، انا هون بقدر اكبس عليها وعلى قلب هيدا اللوب بقدر هون ابعت داتا. هون يعني اذا بدكم هون I can send داتا للاردوينو اذا بدكم، وهون تحت بقدر اقرا الداتا يلي واصله من الاردوينو. دونك اكيد رح نشوف توتوريال خاص عن السيريال كونكشن، ورح نعمل اصلا كذا بروجكت حيكون فيهم السيريال كونكشن. هلا اذا بدي افتح السيريال مونيتور وما بدي اكبس على اللوب يلي هي موجوده هون، بكفي انه اكبس شيفت كنترول ام وهي رح تفتحها. تحت على اليمين مثل ما شايفين عندي اسم الاردوينو والسيريال بورت، يعني اذا بتشوفوا تحت هون انا عندي اردوينو اونو وعندي السيريال بورت يعني انا كونكتد عليه، يلي انا اصلا عم نقيهم بالتولز. مثل ما عرفنا قبل بنفوت على البورت تبع الاردوينو وبنرجع بنفوت على السيريال بورت وبنقيه. هلا كمان اذا بتشوفوا هون عندنا شيء بالاسود، هون هيدي هي الايرور ارياز، يعني هون في عليها وطيه قد ما بدي، هون عندي الايرور ارياز. دونك انا اذا برجع بقول هاي وبرجع بقول له فيريفاي حيقول لي انه في عندي ايرور، بقول لي هاي مانا تايب، ما اعرف شو هي الهاي تبع اللي انا كتبتها هون. دونك اكيد حارجع شيلها واعمل سيف. واذا بدنا نعرف نحن باي سطر، خليني اوضح هيدا، اذا نحن بدنا نعرف نحن باي سطر فينا نشوف هون مثل ما شايفين هون 9، هيدا السطر 9، اذا بطلع لفوق بصير 100 كذا، مثلا هون هو السطر 2 اتسترا. دونك وقتها اذا انا هون مثلا بحط هاي برجع وبقول له فيريفاي، رح بيقول لي انه عندك غلط ورح بيدلني على السطر يلي انا عندي الغلط فيه. يعني اذا بدي اعليها شوي رح يقول لي انه انت عندك غلط بالسطر نيميرو 3، اذا برجع على السطر نيميرو 3 يلي هي هون شايفينها تحت 3 بقول لي هاي. دونك هيدي كمان it will be easier for me اني اقدر اعمل debugging للكود تبعي. هلا بالوايت اريا يلي انتم شايفينها هون قدامكم، هون رح يصير كل كتيبه الكود، هون كل الكتيبه. هلا رح بحكي شوي شغله كثير سريعه، ما بدي اطول هيدي الحلقه، بس خليني احكي بشكل كثير سريع انه بالست اب بنكتب الكود يلي رح يمشي مره واحده مثل ما هو قايلنا، وباللوب بنكتب الكود يلي رح بضل ينعاد كل الوقت. يعني كل شيء بدي اعمله انا مره واحده بحياتي بحياه الاردوينو اذا بدنا او بحياه البروجرام بنكتبه بالست اب، وكل شيء بدي اعمله على طول وبدي يضل ينعاد بكتبه باللوب. هلا رح نشوف اكيد مع الوقت كيف بنكتب بروجراماتنا بشكل احيان. Meanwhile من هلا لحلقه الجاي فيكم تفوتوا على فايلز على اكزامبلز وتتسلوا بكل هودي الاكزامبلز المحطوطين هون. اذا بدكم تعرفوا قصص البيسكس، بدي اعمل بلينك، بدي ادوي طفي نمبر، بدي اقرا قصص سيريال، بدي فوت على الكوميونيكيشنز وشوف السيريال ايفنتس كيف بيجوني، بدي اعمل ديسبلاي لقصص، بدي اقرا من سنسرز وهيك، فيكم اكيد تشوفوا كل هودي الاكزامبلز اللي هن ديجا مكتوبين. بنهاية الحلقة لليوم خليني أرجع أشكر السبونسر تبعنا شركة سي بي إلكترونيكس على دعمها لهذا التوتوريال. كمان فيكم تتواصلوا معنا لحيلا أسئلة عندكم إياها بالكومنتس تحت الفيديو أو عبر الويب سايت الشركة، أو حتى دقونا خلال الوركينج أورز تبعنا عبر التليفون اللي عم يقطع بأسفل الشاشة، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل.